السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم إضافة لعبة Resident Evil 5 Last Nightmare. تائه في الكوابيس، يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدي. طبعا لا أعرف أن هذه الإضافة أحداثها تبدي قبل اللعبة، مهمة كريس وجيل. أها accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. يدوروا على وشقر وبتحصلوا وشقر ما شاء الله عليكم طلعتوا اذكياء. We're in the target location. موجودين. اكيد جيل اللي قاعد تفتح الباب لانها the master of unlocking. Reference to Resident Evil 1. أنا ما أذكر أي شيء عن هذه، ما لعبتها ولا مرة، وبخلاف اللعبة لعبتها مرة، بس هذه الإضافة ولا مرة لعبتها، هذه أول لعب لي إليها، ففرش بلايند بلاي ثرو. هذا يذكرني بالمانشن حق Resident Evil 1. أها شوف كأنه المانشن نفس الديزاين، نفس الديزاين بالضبط. في دم هنا. يقول لك عرفت ان هذا بيكون مو سهل. وش عندنا؟ بس هاند جان و هيلث سبراي. خلينا ناخذ كل الايتمات الموجوده هنا. ايه اوكي، هذا اول شيء. شكله في كرانك هنا. اها فتحنا باب من فوق. وفي هنا شيء عشان نعبر من هنا، اوكي. والله شكلها فيها الغاز. ولا هو الفلوس غير شكلها عن اللعبة، شو اسمه؟ اللعبة الأساسية. نروح يمين ويسار، هذا شكله مسكر. اها يبغى مفتاح. دو علي درع، خلونا نشيك على هذا الباب. هذا مسكر من الداخل، اوكي. يعني نروح فوق. ما شاء الله عليكم. والله عاجبني الجو في اللعبة. اوف. Lord only knows what killed him. Wesker. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Okay, مفتوح ذا الباب. بس ما نستفيد فيها، لكن الباب مسكر ها. Assist jump. Jill. طلع الباب من تحت. I'm in a dining room. اها. عاجبني. يا بنت الذين ليش اخذتي؟ والله المكان ايه. الاحداث كانت قبل تحت ها قبل 8 سنوات من احداث السبنسر مانشن. اي دور هذا اللي تحت؟ يعني ما نستفيد شيء لو رحنا الحين احنا؟ ليش الدخول كان غريب؟ قراءة ما بقرا صراحة. والله اجواءها تذكرني مرة برزنت ايفل 1. نفس الاجواء، اتوقع هذا اللي كانوا يبغوا يسووه اصلا. حتى فتح الابواب غريب. لا لا هذا اي والله هذا نفسه مال Resident Evil، نفس التصميم. هذا وين بودينا؟ حمام؟ اوكي. يقول لك nothing useful here. اكيد ما في شيء useful. حمام.
يعني اتوقع لو ريزيدنت ايفل 1 سوى لها ريميك بتنجح صراحة. الموسيقى وكل شيء في اللعبة اجواء خطير. دقيقة في باب سري. جيل خذي هذا. The part of this wall is different. مختلف. شيء مختلف عن الباب. السيبيانو سوناتا نمبر 14. يلا يا جيل انت المعروفة. اي والله هذا شكله كل هالاضافة رفرنس حق اللعبة الاولى. اها هذا بنقدر نعبر فيه في ذاك الباب. ها سينيتر امبلوم كذا نقدر نروح للباب اللي تحت. اوكي نقدر نروح فوق اتوقع ونقدر نروح من هنا. خلينا نروح هنا نشيك ويش فيه هنا. لا هذا متأكد اللي سواها قال اوكي خلينا بس ناخذ كل شيء من ريزدنت ايفل 1 ونحطه هنا ونسوي رفرنس. بنط علينا كلب. يوف خفاش في اللعبة في ريزدنت ايفل 1 ينط من الشباك كلب. أم بشوف لو نقدر نحرك الكبت لأن في الألعاب في اللعبة ديك يرجع يطلع لنا خفاش ما نقدر نحركه. تحته مفتاح أو شي زي كذا ورصاص أمو. جيل تقدر تفتحها. هذا بيكون حمام. لا غرفة. أوكي يقول لك هنا Spencer Memories. I, Oswald E. Spencer, founder of Umbrella as well as its chief executive officer, hereby proclaim myself as the ruler of all my... Oh, يا حبيبي يقول إنه ملك كل العالم. يا حبيبي روح ارتاح. كان في سر هنا بعد. كمبيوتر. البي سي. نحتاج... ثلاث أرقام سرية. سمعت صوت كلاب أو دياب. كانوا أعطيني أشياء واجهة. هل كل هذا عشان نقاتل وسكر؟ أوكي نص لي ونص لجل. يا هلا وهلا وغلا وهلا وغلا. بيكت اب هيت سنسيتيف بيبر. وشو فيها دي انا؟ في اصوات ما نقدر نطلع من هنا. Heat sensitive paper. ما ادري حق ويش هال ايتم اللي اخذناه. بس نروح نركب فوق نشوف الباب اللي ما رحناه شوف ويش فيه. اوكي دخلنا الحين من الجهة لفوق من الجهة اليمين. كأن المكان مسدود علي. باسورد. اوكي خدنا هذا حق الكمبيوتر. باسورد نمبر 1 باقي نمبر 2. طبعا واحد من الاغراض اللي اخذتها بدون ما اعور راسي ما ادري اعور راسي لازم احرقها هنا. وهذه مفروض كلمة السر الاخيرة. اوكي الحين نقدر نروح للكمبيوتر وندخل داخل الكمبيوتر. امبرالا. اوكي وش نسوي؟ نفتح باب قبل ما
اها جيل بيسوي نفس Resident Evil 1 كل شيء نفس الشيء. ها وين وين وقف انا وراش دقيقة يمكن الباب اللي ورا مال الشبك اللي ورا انفتح راح تموت بنت الناس لا والله ما انفتح جيل شغلش بتموتي مو هنا وقف جيل جيل وين الكنترولز ولا اتوقع في شيء هنا بعد اوف اها ما فكرت فيها دي اوكي ما اقدر افتح هذا لازم نعبر طول الطريق والله حركة حلوة لكن قفل الجل الطخة وانت تعبر بس انا فكرت اوه كيف الحين علي قفل ما اقدر الحين مقفل بس اوه يمديها الطخة من جهتها اطلق علي الحين تعبنا على هذا وايش فيك انت الكرانك يلا نروح ندخل نروح تحت نروح القبو انا مستغرب منه عاطينا كل هالآمو ولحد الان ما طلع علينا عدو واحد يمكن قريب ما يندرى جل يلا تعالي شغلش يلا يا جل يلا اشتغلي اسرع قلنا اسرع ايوه كده تمام يلا الحين دوري انا شغلتنا الحين احنا نشتغل شوف كيف سريع انا شوف كيف سريع انا كذا كذا الناس لا يشتغلوا يلا كذا بنشغل كل هذا عشان نشغل الكهرباء متاكد انا عشان ندخل من الباب اللي فوق هيا بنا يا جيل سجون ها دونجن انا اللي اخذها شكرا دقيقه ممتاز مسوين نفس اللي هو السبنسر مانشن وايش مرحبا والله شكله على طول بيحطوا لنا بس باسز على العموم اوف وان شوت
والله وان شوت جيل وعادونا من جدة وجديد. اوكي راوند 2 وينك؟ اوكي هالمرة ما جل ما طلع منه. جيل تعالي 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 دقيقة وينك؟ Sit down. خسرت عليك كل القناص. بسم الله يا الغدار. اوكي اكيد بيكون فيها واحد ثاني من ابو المطرقة. الصوت ده عرفنا حقك. جيل يا ابن الذين هي كل هذا لاني كنت اقتله بالمسدس مو بالقناص. ام بوفر شوية قناص. دقيقة انا هذا احركة منه وهذا منه وهذا تحت وهذا منه. لا تخلي شيء كده تمام كده اللاي اوت اللي انا متعود عليها في اللعبة الاصلية. ما ادري انا ليش محتاج هالفلوس دي. وين؟ وش صاير؟ يميني؟ جيل؟ اوكي داهو داهو اشوفك ترى. اشوفك يا ابو الناس ما تقدر تمشي؟ جيل وينش؟ ايش متسلقه فوق؟ يلا تعالي انا مسكرك. اوكي احتاج مفتاح. نحتاج مفتاح كفو. ممتاز يا جيل. انا مسكر. لا والله مسكر. جيل يلا 5 4 3 2 1 اها جيل كي افتح السجن. Here we go. وين يا حبيبي؟ روح طير. اح يطلع اسد. سيت داون. في هنا درج. وايش في هنا؟ افر اخذنا الايتم. اوكي 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 تايم اوت تايم اوت تايم اوتو. قلت لك تايم اوت. ما تسمع الكلام. يلا انزل انتين. فا اوكي هذا النصف الثاني. سيلفر كروست اند جولد كروست. كروست كروست كريست يمكن. اوكي
تمام التمام. The gate mechanism has opened. اوف شوي شوي يا كريس لا تتحمس بزيادة. الحين احنا ركبنا رجعنا نزلنا ركبنا رجعنا نزلنا. جيل انت تمام؟ ويش تفرقنا؟ ما عندنا اسلحة. طبعا الحين بخلوانا نحاش. عندي سكين اوكي عندي سكين ولا عندي حتى علاج. اعطينا قنابل ضوء ضوء اوكي يعني نبغى ننحاش. اوكي نحتاج كرنك مثلثي هذا طبعا خليه هنا. نحتاج هل هذا اوكي اشوف مثلث عدو في عدو على اليسار. وهنا بعد فيه شيء. مرحبا. احمر حصلنا كرانك احمر. هلا والله جيل. واحد هنا بس ما نقدر نقتله. وش بغانا نسوي؟ دقيقة تالي وين هو؟ أوف شافنا. يا حبيبي ذاك في مؤشر على النص خليه يلحقنا. اقدر استخدمه هنا؟ اوكي تراب في فخ. اوكي خليه يجي هنا ويطيح عليه. ها اوكي Come here, boy. وينك حبيبي؟ تعال. Hello. Come here, boy. يلا يا boy. Quickly. حرك. سايونارا سكر. اوكي حين لما نحصل الكرنك المثلثي. في اغراض. انا في كرنك ثاني بقى بلو. ها نبغى احمر وهذي ازرق. خلينا نرجع المكان اللي جت منه جيل. من وين جيت انت يا جيل؟ قلت انا طيح حاجة لازم. بس نقدر نركب هنا. ما كنت اقدر اركب. ما سبيت شيء. رجعنا هنا. شكله في واحد ثاني نحتاج نقتله. في اربع مو ثلاث. فكرت انا. وين هالصوت؟ بسم الله. الله يغرب المصنخ. طف قب طيح قلبي يا حمار. اوكي هذا المكان ما جينا من قبل.
اوكي هدوا ها حبايب هدوا. اها هذا الازرق هذا الازرق بس الحين نسيت وين 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 يروح اصلا هالازرق. لا لا ارجع ارجع في هادو في هادو. خلا خلنا نروح خلنا نروح نشوف. واقف اوكي الحبيب واقف. وين هو الازرق؟ انا نسيت مكانه. لا لا وين اي واحد اي واحد هذا دقيقة خلينا نروح لهذا اول شيء. تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي تعال. اوكي باقي واحد. سوري الحين باقي الجهة اليسار ما رحناها من هنا. نقدر نشيل هذا نستفيد منه؟ مكسر اقول لك عشان لا تاخذه. اوكي اتوقع وصلنا للمكان الصحيح. بس وين نروح؟ وين نودي هذا؟ purple rank violet. وين هو مكانه هذا؟ بس وين بالضبط نحط هذا ما ادري. كرانك اخضر. الاخضر دقيقة الاخضر حق المثلث. اوكي هذا الاخضر بس وين مفتاحه؟ دقيقة دقيقة شفته كأنه شفته من الجهة الثانية كأنه. هذا الحبيب واقف لينا هنا. ما نقدر نروح إلا من فوق. نقدر نرجع فوق؟ أفضل نرجع فوق. اها جيل روجر اي جوت ذس يو ليد ام ان. اوكي وينك حبيبي؟ تعال تعال ما شفتني له. تعال يلا تعال. يلا follow me. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انتبه انتبه. تعال تعال ما في فخ ولا شيء. تعال بس انت. باي باي كده خلصنا. وهم كيوت مو سيئة. وايش بيعطينا هذا؟ بيفتح الباب. يلا خلصنا خلنا نطلع من هالجحيم. اوكي الحين اسلحتنا مو عندنا هذه المشكلة. طحنا من هناك ها. ميتين زيادة. مسدس اتوقع الحين وقت مواجهة وسكر. الدنيا تغيرت صارت حمراء محمرة. اهلا وسكر.
خلونا نقاتله. اتوقع ما دام اعطونا مسدسات. يا يا ابن الذين. وين رحت؟ طق علي جيل. اوف بعد وين قتلني؟ اوف هالحركه كريهه. اوكي هذه وان شوت، خلاص اعرف انه وان شوت. ما يمديك تتفاعل مع الشيء بسرعه يطلع. اوكي اوكي دود. Here we go. Oh. Aha, I wanna say what I did. Okay, bismillah. ايوه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي قدمنا في القتال ما دام نتكلم. بلا هالحركه حركات الماتريكس. نحتاج امو يا جل، خلص الامو عندنا. ما عندي امو. دقيقة دقيقة دقيقة. لا لا اعطيني اعطيني اعطيني. ما يمدي انا اضربها. اوف يا وسكر. اوكي هير وي جو. Get the hell out of here. اوف احنا نموت. لا استخدمته بالغلط. اخ اوف طيرني الى لا ما نهايه. اوكي هديها شوي. ما في امو منه اوكي. Here we go. خلصنا. اوكي. طبعا هذا كله شفناه في اللعبة الأساسية. كيف جيل ضحت بنفسها. you
سواني سوى فيني حفلة، سوى في كريت حفلة مو أنا. أنا صراحة ما سوى فيني شيء، مالي شغل أنا. إيه كريس اللي سواه حفلة، بس كريس رداها لي وعطاه بازوكا في البركان. اسمعوا هذا الثيم حق Resident Evil 1. اوكي وصلنا لنهاية تختيم اضافة Resident Evil 5 Lost Nightmares. صراحة عجبتني، فيها لمحات ويسموها references الى Resident Evil الاولى. صراحة عجبني هالشي، قصيرة يعني شي لطيف خفيف. فأنا أتمنى إذا عجبكم الفيديو أنكم تحطوا لايك، ودائما أنتم مشتركين في القناة تشتركوا، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.